لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي ابن خلدون فرع الياسمين. معكم الأستاذ أحمد قبلان مادة الاجتماعيات. درسنا الآن عن موقع وطني الجزء الثاني، نكمل الدرس السابق الذي كان عن موقع وطني. طبعا أعزائي الطلاب نحن تعرفنا أنه هناك نوعان للموقع، موقع فلكي وموقع جغرافي. نعيد سريعا نستعرض بشكل سريع ما تعلمناه في الدرس السابق، أن الموقع الفلكي يقصد به موقع المملكة العربية السعودية بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. لكل دولة قلنا لها موقع فلكي وموقع جغرافي. الموقع الفلكي أي موقع الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طيب أين تقع المملكة العربية السعودية، أو ما هو الموقع الفلكي للمملكة العربية السعودية؟ تعلمنا أنه تقع بين دائرتي عرض 16 و32 درجة شمال خط الاستواء. تقع المملكة بين دائرتي عرض 16 و32 درجة شمال خط الاستواء، هذه بالنسبة لدوائر العرض. وبين خطي الطول 34 و55 درجة شرق خط غرينتش. إذا تقع المملكة بين دائرتي عرض 16 و32 شمال خط الاستواء، وبين خطي الطول 34 و55 درجة شرق خط غرينتش. وأيضا تعرفنا على الموقع الجغرافي، وقلنا يقصد به موقع المملكة بالنسبة للعالم والدول المجاورة المسطحات المائية. وقلنا أيضا أن المملكة تقع في أقصى الجنوب الغربي من قارة آسيا، أقصى الجنوب الغربي من قارة آسيا. وأيضا تعرفنا على حدودها، وهي غربا البحر الأحمر، وشرقا الخليج العربي والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر، وشمالا دولة الكويت وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وجنوبا الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان. هذه حدود المملكة. أما مساحتها قلنا أنه يبلغ أو تبلغ مساحة المملكة 2 مليون كيلومتر مربع، وتأتي في المركز الثالث عشر بين دول العالم من حيث المساحة. تأتي في المركز الثالث عشر بين دول العالم من حيث المساحة، والثاني بين الدول العربية بعد الجزائر. طيب أيضا تعرفنا على سمات الموقع الجغرافي، تعرفنا على السمات السياسية والاقتصادية. أما الاقتصادية قلنا أنه تحوي ثروات طبيعية ضخمة مثل في مقدمتها النفط، فهي من أكثر الدول إنتاجا للنفط والغاز الطبيعي. أيضا قلنا تقع في قلب قارات العالم الثلاث، آسيا وأفريقيا وأوروبا، وأنها هي صلة وصل وتربط بين هذه القارات الثلاثة آسيا وأوروبا وأفريقيا. وأيضا تحيط بها ثمان دول عربية التي ذكرناها، وهي الكويت والعراق والأردن واليمن وعمان والإمارات والبحرين وقطر. وأيضا تطول على أكثر المعابر المائية أهمية، وهما البحر الأحمر غربا والخليج العربي شرقا. وأيضا تتوسط شبه الجزيرة العربية ودول الخليج العربي. طيب الآن سوف ننتقل إلى النشاط الأول. النشاط الأول نقرأ سؤال: تعد كازاخستان أكبر دول العالم الإسلامي مساحة، تليها الجزائر، فما مرتبة المملكة العربية السعودية بين دول العالم الإسلامي مساحة؟ طبعا كازاخستان دولة إسلامية، وهي من أكبر دول العالم الإسلامي، أكبر دول العالم الإسلامي، ثم تليها الجزائر، طبعا الجزائر دولة عربية. فما مرتبة المملكة العربية السعودية بين دول العالم الإسلامي؟ الآن سوف
نستخرج أو نستخرج مرتبة المملكة العربية السعودية بين دول العالم الإسلامي، وليس مقارنة بالدول جميعها، فقط بين دول العالم الإسلامي. طالما كازاخستان الأولى في المرتبة الأولى، تليها الجزائر، ونحن تعرفنا وتعلمنا أن عربيا تأتي المملكة العربية السعودية بعد الجزائر. فإذا كما مرتبة المملكة العربية السعودية بين دول العالم الإسلامي مساحة؟ يلا ما هي الإجابة؟ تعتبر المملكة العربية هي في المركز الثالث، في المركز الثالث. طيب الآن ننتقل إلى السمات الدينية والثقافية. درسنا قبل قليل في الدرس السابق السمات السياسية والاقتصادية للمملكة، تعرفنا على السمات الاقتصادية والسياسية. طيب ما هي أهم السمات الدينية والثقافية؟ معروف لو سألنا أي طالب أي إنسان ما هي أهم السمات الدينية والصفات الدينية، أهم السمات الدينية للمملكة العربية السعودية، ماذا تتميز المملكة العربية السعودية عن باقي دول العالم الإسلامي، ماذا لها المركز والمكانة الأولى بين دول العالم الإسلامي؟ معروف لوجود الحرمين الشريفين، ففيها بيت الله الحرام قبلة المسلمين كما نشاهده في الشكل الأول في الصورة الأولى، الكعبة، إن فيها بيت الله الحرام قبلة المسلمين، المسجد الحرام، وأيضا فيها مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبره الشريف في المدينة المنورة. طيب إذن أهم السمات الدينية والثقافية نقول وجود الحرمين أو وجود بيت الله الحرام قبلة المسلمين، المسجد الحرام، وأيضا فيها المسجد النبوي في المدينة المنورة، وأيضا فيها المسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المملكة تكون مقصدا لجميع المسلمين في العالم، هي مقصدا لجميع المسلمين في العالم في طبعا كل سنة في موسم الحج والعمرة الذي مستمر دائما. لو ذهبنا إلى مكة والمدينة نراها دائما مزدحمة بالمسلمين الذين يأتون من الخارج، دائما هناك في زوار في المدينة مثلا أو في مكة للعمرة والحج في موسم الحج، فهي مقصد لجميع المسلمين في العالم، لذلك لها مكانة كبيرة بين المسلمين في كل أنحاء العالم. طيب إذا لوجود الحرمين الشريفين. الآن ننتقل ثالثا، ما هي السمات الحضارية والتاريخية؟ السمات الحضارية والتاريخية، السمات الحضارية والتاريخية. طبعا معروف أن المملكة أو شبه الجزيرة العربية عامة، والمملكة طبعا أكبر جزء في شبه الجزيرة العربية، هي أرض عريقة وقديمة جدا، قديمة جدا، فتعتبر مهد الحضارات، مهد الحضارات القديمة، الحضارات والدول القديمة التي قامت ونشأت في المملكة العربية السعودية وفي شبه الجزيرة العربية هي كثيرة جدا وقديمة، فتعتبر المملكة أرض قديمة جدا ومهد الحضارات، حيث شهدت أكثر من 30 حضارة، أي الدول القديمة والحضارات القديمة التي مرت عبر العصور مثل ثمود، كثيرة جدا طبعا الحضارات القديمة، ثمود، المقر، ديلمون، مملكة كندا، مملكة معين، عاد، مملكة حمير الأولى والثانية، هناك حضارات كثيرة جدا شهدتها شبه الجزيرة العربية أو كانت موجودة هنا. أيضا كما نعلم نحن أن موطن العرب الأصلي هنا في أرض المملكة العربية السعودية شبه الجزيرة العربية. فإذا من أهم السمات الحضارية والتاريخية أنه تعتبر هي مهد الحضارات، حيث شهدت أكثر من 30 حضارة قديمة. أيضا من السمات الحضارية والتاريخية أيضا أنها تتوسط حضارات الصين والهند والحبشة وبابل في العراق والفراعنة في مصر، هؤلاء حضارات قديمة كانت موجودة في الصين وفي الهند، كان هناك حضارات كثيرة ودول قديمة وحضارات عريقة جدا كانت قديما في الصين والهند والحبشة وبابل في العراق والفراعنة في مصر، كل هذه الحضارات عريقة وقديمة. فما هي ميزة المملكة العربية السعودية؟ أنها تتوسط هذه الحضارات، كانت يعني في وسط متوسط لهذه الحضارات القديمة، متوسطة بين أو تتوسط حضارات الصين والهند والحبشة وبابل والفراعنة ومصر، يعني هي صارت توصل في الوسط. طيب
طبعا كما ذكرنا وقامت على أرضها حضارات أيضا كثيرة وعريقة وقديمة جدا. أيضا من السمات الحضارية والتاريخية أنه فيها أول بيت وضع للناس، فيها أول بيت وضع للناس معروف أي الكعبة، أول بيت وضع للناس. والكعبة المشرفة كما نعلم أنه أول من بناها ورفع القواعد إبراهيم عليه السلام في مكة المكرمة، فهي أرض وحضارية ذات حضارة قديمة عريقة وتاريخ طويل وعريق جدا. الآن نأتي إلى النشاط الثاني. طيب، نشاهد في هذا الشكل أمامنا كما نلاحظ طبعا أرض المملكة شبه الجزيرة العربية، ونلاحظ هناك عدة ألوان. طبعا كل لون له مدلول كما نشاهد هنا على اليسار. فلو ركزت قليلا نشاهد مثلا واتينا للون الأصفر هذا الأول، ماذا يعني هذا اللون؟ ما مدلوله؟ حضارة ثمود 3000 سنة قبل الميلاد، عندنا مملكة دادان، مملكة الحيان، مملكة الأنباط، مملكة مدين، مملكة إدوم وحضارة قيدة، ممالك قديمة جدا قامت على أرض شبه الجزيرة العربية كما نشاهدها هنا في هذا المكان. طب لو أتينا للون الثاني هذا، ما مدلول هذا اللون؟ وهي حضارة المقر القديمة في المنطقة المتوسطة بين محافظة تثليث ومحافظة وادي الدواسر، ويعود تاريخها إلى 9000 سنة. حضارة المقر اللي هي في هذا المكان تقريبا في جنوب المملكة، جنوب غرب إلى الجنوب تقريبا. طيب عندنا اللون الثالث كما نشاهد اللون الأزرق هذا، حضارة دلمون في جزيرة تاروت، حضارة دلمون كانت هنا في شرق المملكة العربية السعودية. عندنا اللون الذي يليه الأزرق الغامق هذا كما نشاهد، حضارة قوم عاد في منطقة الأحقاف هنا في اليمن. أيضا عندنا اللون الأحمر، حضارة مملكة معين وواحة اليابرين الطبيعية، مملكة معين معروفة وهي دولة قديمة جدا في أرض اليمن. عندنا اللون الأخضر، حضارة مملكة كندة، كندة وهي كانت هنا في وسط المملكة العربية السعودية. حضارة مملكة كندة من 200 قبل الميلاد إلى 633 ميلادي، وكان عاصمتها قرية الفاور. عندنا آخر لون الذي نراه، مملكة حمير الأولى والثانية من 110 قبل الميلاد إلى 527 ميلادي، أيضا هذه كانت في اليمن هنا. هذه أهم الحضارات القديمة، حضارات شبه الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية. طيب نأتي الآن للسؤال الألف. يستنتج الطلبة الحضارات الواقعة داخل حدود المملكة العربية السعودية. ما هي الحضارات الواقعة داخل حدود المملكة العربية السعودية؟ يعني هذه التي نشاهدها واضحة، ما هي أهم الحضارات الواقعة داخل حدود المملكة العربية السعودية؟ يلا ما هي الإجابة؟ طبعا خلال هذه الألوان، خلال كل لون له مدلول معروف، فما هي أهم هذه الحضارات التي كانت داخل حدود المملكة العربية السعودية؟ إذن هي ثمود المقر ديلمون مملكة كندة، ثمود والمقر ديلمون مملكة كندة. طيب سؤال باء، استنتج الطلبة الحضارات المشتركة مع المملكة العربية السعودية. استنتج الطلبة الحضارات المشتركة مع المملكة العربية السعودية، لأنه أنا ذكرت قبل قليل أن هناك حضارات كانت في اليمن كما نشاهد هذه، لكن مشتركة مع المملكة العربية السعودية، يعني تقع بين أرض اليمن وبين أرض المملكة العربية السعودية، وهي مملكة معين وعاد ومملكة حمير الأولى والثانية. مملكة معين وعاد وحمير الأولى والثانية، طبعا هذه أهم حضارات شبه الجزيرة العربية وحضارات التي كانت على أرض المملكة العربية السعودية قديما. طيب هذه تقريبا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، ونحن تعرفنا على موقع المملكة الجغرافي والفلكي وسمات الموقع السياسي والاقتصادي، تعرفنا في هذا الدرس عن السمات الدينية والثقافية لموقع وطني، تعرفنا أيضا على السمات الحضارية والتاريخية وأهم الحضارات التي كانت في وطن المملكة العربية السعودية قديما. إلى هنا نكون قد انتهينا أعزائي الطلاب، شكرا لكم، بارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.